السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا الجميل، بناتنا الغاليين علينا، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، ده برطمان عسل يا جماعة. لو أنا جيت لواحد عمره ما داق العسل قبل كده وقعدت أوصف له، مهما حاولت أوصف له ساعة ساعتين، العسل ده حاجة مسكرة، العسل ده حاجة لازجة، العسل عمره ما يعرف يعني إيه العسل. ليه؟ لازم يدوقه. ليه؟ في حاجات يا جماعة ما ينفعش إنها تتوصف. كذلك طريق ربنا، كذلك العلاقة بربنا لا يمكن يتوصف، لازم يتعاش. عمر ما حد هيعرف ايه جمال العلاقة بربنا، ايه لذة الصلة بربنا سبحانه وتعالى، السعادة اللي بتبقى في قلب الواحد وهو موصول بالله وهو رفع ايدين ربنا وهو ساجد من ايدين ربنا، الا لما يعيش اللحظة دي. كلام ما بيتوصفش، كلام لازم يتعاش. بس يعني من سنتين تقريبا الطريق الدولي الساحلي حصل حادثة عليه، يعني شاب مع خطيبته وطلع عليه ناس قتلوه ورموا خطيبته وسرقوا العربية بتاعته، جريمة بشعة. فضل الناس لما سمعت الجريمة ديت لمدة سنة تقريبا محدش يسافر من على الطريق الدولي الساحلي. ليه؟ لأنه طريق خطر، الطريق اللي يحصل عليه حاجة زي ديت يبقى طريق مرعب، محدش يقرب منه. كذلك طريق المعصية، اللي يعرف مشاهد الرعب اللي بتحصل على طريق المعصية يعرف ان الطريق ده لا يمكن يكون انسان عاقل ويمشي عليه، لان الطريق ده طريق رعب يا جماعة. مين اللي يمشي عليه؟ حلقة الليلة يا اخوانا حلقة بتقولك فكر، حلقة بتقولك احنا مش هنتكلم عن الجنة والنار النهاردة، مش هنتكلم عن نعيم القبر وعذابه، مش هنتكلم عن الاخرة، احنا هنتكلم عن الدنيا. انا اكلمك عن دنيتك، انا اسألك سؤال واحد، انت سعيدة؟ انا اسألك سؤال واحد، انت مرتاح؟ انت بالك مرتاح؟ انت راضي؟ انت مبسوط؟ انت سعيد؟ انا اسألك سؤال لمصلحتك في الدنيا، ده اللي انا بتكلم فيه النهاردة يا جماعة. يعني كام شاب كان معتقد ان طريق انه يكلم دي ويكلم دي ويكلم دي ان ده طريق، هو ده طريق الانبساط وده طريق السعادة، والوقتي محطم نفسيا، بدأت ما تردش عليه، بدأت تهمله، بدأت تكلم واحد تاني متحطم نفسيا. كام شاب كان معتقد ان المخدرات هي طريق السعادة، ولما كل حاجة في حياته اتحطمت وكل الناس كرهته ووالده ووالدته بقى بيدعوا عليه ان هو يموت وزوجته سابته، عرف هو عايش تعيس قد ايه؟ كام شاب شاور لي على اي معصية، شاور لي على اي حاجة، شاور لي على اي معصية صاحبها كان شايف ان لها بريق طلعت في الاخر فلسه، زي واحد اتجوز واحدة وجاب لها طقم سولوتير وعاشت معاه في يعني في الزواج وهي سعيدة وعلى طول فخيرة بطقم السولوتير، ولما جه يطلقها فازت بطقم السولوتير رايحه تبيعه، اكتشفت ان هو فلسه، اكتشفت ان هو طول ما كان عايش معاها طول السنين ديت كان معيشها في وهم في فلسه، اهو ده العاصي عايش في حاجه فلسه. يا جماعه حاجه شاور على اي معصيه. كم شاب كان معتقد ان طريق المواقع الاباحيه او طريق العاده السريه هو ده طريق السعاده، وفي النهايه يقول لك انا بعملها عشان اتهدى وانام وخلاص، واصبح مدمر بدنيا ونفسيا. كم شاب كان معتقد ان السعاده في انه هو يقع في الزنا والعياذ بالله، والوقت يقول لك ما عادش فيه اي لذة نهائي للموضوع، الواحد عاد كل حاجة كل لذة عنده راحت في هذا الامر. قبل ما تمشي في طريق المعصية هات اخر الطريق. انت لما بتكون في الدنيا عايز تدخل كلية بتسأل اللي اتخرج منها الكلية دي لها مستقبل ولا لا، لما تكون في كلية هندسة وعايز تدخل اي شعبة بتسأل اللي اتخرج منها الشعبة دي لها مجال عمل ولا لا. اشمعنى في الدنيا لازم تسأل اللي جاب اخر الطريق قبل ما تمشي فيه، وفي الدين وفي مصيرك بتمشي كده وخلاص؟ مش عايز تشغل عقلك ليه؟ فاكتر حاجة ربنا اداك عقلك عشان تشغلها فيها. مش عايزة تشغل عقلك ليه؟ فاكتر قضية تتعلق بحياتك، سعادتك في الدنيا ومصيرك في الاخره. يبقى تعالى اسال اي حد. اوعى تفتكر الشاب اللي واقف في الجامعه واقف مع 50 بنت ومسقط البنطلون وبيكلم نص الكلام بتاعه انجليزي، اوعى تفتكر ان الشاب ده سعيد. الشاب ده لو انت اتكلمت معاه، لو انت دخلت جوه قلبه، لو انت شفت التعاسه اللي هو عايش فيها، الاكتئاب اللي هو عايش فيه بس مكسوف ان هو يعلن، هتعرف قد ايه ان مفيش حد سعيد بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني هات اي حد، هات اي واحد مشي في اي طريق لاخره. شاب مشي في المخدرات لحد الاخر وكان فانكي وتنين وما حصلش، وفي المدرسه وفي الثانوي وفي الجامعه والكل بيبص له انه مبهور بيه، تعالى شوفه الوقت واقف بيشحت في الشارع، يقابلك يقول لك ادعي لي ادعي لي ادعي لي ان ربنا ينقذني من اللي انا فيه. حياته كلها اتحطمت، بقى جلد على عظم. انت عايز تبقى ده؟
انت عايز تبقى زي نهاية اي شاب كان عايش وهم الشهرة والغنى وينزل الجامعة بالجيتار ويلم اصحابه عليه ويقعد يغني والمعجبين والمعجبات وفي النهاية يقولك كل اللي حواليا الوقت ده عايز فلوس وده عايز اوصله وده عايز مصلحة من ورايا. انا اكتشفت ان انا كنت محطة في حياة كل دول وفي النهاية كل دول سابوني ومشوا وفي النهاية انا بقيت عامل زي موديل في فاترينا الكل بص عليه وبعد كده الكل تجاوزه وهو فضل في الطريق لوحده. انت عايز تبقى ده؟ دور على اي بنت دخلت الجامعة وقالت انا مش هرد شاب ابدا والله ما انا كاسف حد واللي هيجي يتعرف عليا هقوله بس لو ما كنتش تحلف والله لان لما امت لا اله الا الله حواليا. دور عليها وكلمت ده وكلمت ده وكلمت ده وفي النهاية ده خطب وده كتب كتابه وده اتجوز وصاحبتها دي اتجوزت وصاحبتها دي اتجوزت وخلفت ولقت كل حاجة تجوزتها ومرت السنين عليها وهي لوحدها وكل حاجة راحت منها واكتشفت انها كانت محطة في حياة كل دول زي محل على الطريق السريع واحد نزل شرب حاجة ساعة وكمل خلاص والكل سابها وشاف حياته ونجمت. بس بعد ايه انت عايزة تبقي دي؟ انت عايز تبقى ده؟ قبل ما تبص لأي معصية بص للي مشي في الطريق لأخره. يعني شاب من الشباب مبهور بالشاب بيقع في الزنا والعياذ بالله وقدر ان هو يعني في العربية بتاعته هو وفتاة بقى منطلقين في حياتهم فطلع للشاب ده يقول له شوف تلميذك بقى والشطارة بتاعت تلميذك. قال له اوعى تمشي في الطريق ده انا كل لذة في حياتي راحت انا بقيت مسخ انا حاسس ان انا ما بقيتش انسان انا ما عدتش طايق نفسي انا خلاص. الشاب ده دلوقتي حياته مدمرة حياته الاسرية مدمرة حياته النفسية مدمرة. انت عايز تبقى ده؟ انت عايز تبقى مين في دول؟ انت عايز تبقى مين في دول؟ اقول لك حاجة من الاخر اقول لك حاجة خلاصة المعصية في حياتك ما عادتش لها لذة غير لذة لحظة المعصية. انت بقت اللذة في حياتك كلها يا نص ساعة لحظة لذة ثواني من اللذة بتتجمع جنب بعض كل اللي حواليها كدر وشقاء وحزن وألم من الاخر هي لذة لحظة المعصية. واقول لك حاجة كمان من الاخر هي كانت في الاول وبعد كده بقت عذاب. حتى المعصية بتضحك من بره وقلبك من جوه محروق وقلبك من جوه موجوع. هو اول مرتين ثلاثة شربت فيهم سجاير بس هو اول مرتين دخلت فيهم على مواقع فاسدة بس هو اول مرتين اتفرجت فيهم على كليبات او على افلام تركي او على افلام هندي او بس هو في الاول بعد كده خلاص كل حاجة بتتحرق. هو ليه شباب كتير بيموتوا بجرعة مخدرات زي ده؟ لان اللذة اللي لقاها في اول جرعة ما عادش حاسس بيها فعاد بيعلق جرعة عشان يحس باللذة اللي حاسس بيها في الاول فكل ما يعلق جرعة خلاص لحد ما قلبه يقف في جرعة من الجرعات لان جسمه ما عادش مستحمل تعلية الجرعة وهو ما عادش يلاقي اللذة اللي كانت في اول المعصية. انا عايز اقولك حاجة اسأل اي شاب مشي في طريق اي معصية انت رأيك ايه في اول واحد عرفك على الطريق ده؟ اسأل شاب اول واحد عرفك على الموقع الاباحية رأيك في ايه؟ يا ترى هيقول ربنا يبارك له ده كان سبب سعادتي في الحياة ولا هيدا عليه ولا هيقول ربنا ينتقم منه ولا هيدا عليه ولا هيقول منه لله؟ اسأل كده اسأل اي شاب مش في طريق الزنا قول له اول واحد دخلك في الطريق ده رأيك في ايه؟ هيقول يا سلام ده انسان محترم ده انسان له فضل عليا في حياتي ولا هيقول ربنا يلعنه ده هو سبب ضياعي في حياتي ده هو اللي دمرني في حياتي؟ اسألي قبل ما تمشي في اي طريق اسأل. انما في الالتزام اسأل اي شاب انا اللي دعاني للالتزام لما مات حجيت عنه واللي كان سبب تاني في التزامي لما مات ماتوا هم شباب الله يرحمهم عملت له عمرة ومش حاسس ان في حد في الدنيا له فضل عليا قد ما دول لهم فضل عليا فرحان بيهم بحبهم بقول ربنا يبارك لهم. واي حد التزم كده اسأل. عايزين نفكر مع بعض بصوت عالي عايزين نخرج بره دماغنا ونفكر شوية ونبص على الموضوع من بره عايزين نصدق ربنا يا جماعة نصدق ربنا. سيدنا موسى لما ربنا بيقول له ما تلك بيمينك يا موسى قال له عصايا اتوكع عليها او شبه على غنمي مصالح يا رب قال له القيها ارميها ازاي يا رب ده كلها منافع ارميها يا رب هو المفروض ان التكاليف تبقى في مصلحتي ارميها ازاي ارميها رماها بقى تعبان قال له خذها يا رب خدها وهي تعبان وارميها وهي كلها مصالح يا رب ازاي خذها ولا تخف رجع تاني امان في ايديه
لما موسى خدها بقت حل كل مشاكل حياته. لما موسى خدها هي اللي فجرت البحر الاحمر وشقت له طريق ونجته من سيوف فرعون باذن الله. لما موسى خدها هي اللي تفجرت عيون الميه بعد ما كان اليهود هيموتوا من العطش في صحراء سيناء. يبقى صدق ربنا. صدق ان مفيش سعاده غير في طريق ربنا. صدق ان اي طريق غير طريق ربنا طريق كله رعب، طريق كله عذاب، طريق كله الام، طريق نهايته مرعبه. صدق ربنا. اوعى تتاخري على ربنا، اوعى تتاخري. لما ربنا قال القها القاها، لما ربنا يؤمر بامر نفذ. اوعى تتاخري على ربنا. صهيب الرومي لما المشركين منعوه من الهجره قال لهم خدوا فلوسي كلها وسيبونا هاجر. ساب الحلال عشان ربنا. انت ما تسيبيش الحرام عشان ربنا، ساب الحلال عشان ربنا. لما ربنا قال لموسى القها ما قالوش ليه يا رب يا العصايه حرام ولا ايه، يا رب دي حلال اسيبها ليه، ساب الحلال عشان ربنا. احنا في ناس الحرام الحرام منعوا عن ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تسيب حاجة تمنعك عن ربنا، اوعى تسيبي حاجة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. يعني تخيلي كده سبحان الله العظيم يا اخوانا، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول من جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. انت عارف يعني فقره بين عينيه؟ لما جيب صبع كده اقعد اقربه من عينيه ما بين عينيه، هتلاقي لما يقرب قوي عينين الانسان تتحول على الصبع ده. جعل فقره بين عينيه، ما عادش باصص لحاجه في الدنيا غير للحاجه اللي ناقصاها، ما عادتش شايفه غير الحاجه اللي عندها نقص فيها. نفسه ان حياته تبقى كامله، مشغول عن ربنا وبيقول انا ما عنديش وقت لربنا غير لما كل مشاكل حياتي تتحل، وعمر ما كلها تتحل، لان احنا في الدنيا مش في الجنه. المكان اللي كل المشاكل فيها تتحل هو الجنه، انما الدنيا عمر ما هيحصل. ما تتاخرش عن ربنا. ابو طالب النبي وقف من ناحيه يقول له قل لا اله الا الله عليه الصلاه والسلام، وابو جهل وقف من ناحيه يقول له على مله عبد المطلب، اتذبذب مات ضاع خلد في جهنم. اوعى تتردد. الاعشى لما جه يسلم على ايد النبي عليه الصلاه والسلام في مكه وشاعر من كبار شعراء العرب، قالوا له اما علمت ان محمد يحرم الخمر؟ قال لهم الخمر هعيش من غير الخمر ازاي وبعد كده امري لله استحمل وخلاص. قالوا له اما علمت انه يحرم الزنا يعني لا خمر ولا نساء؟ قال لهم خلاص ارجع السنه دي واجي له السنه الجايه. رجع مات برضه كان مصيره جهنم والعياذ بالله. ما تتاخرش عن ربنا، ما تجادلش مع ربنا سبحانه وتعالى. لما ربنا قال لموسى القها ما قالوش طب ايه البديل يا رب، ما قالوش اديني بديل عن كل مصلحه كانت بتجيني من خلالها، زي الشاب اللي يقولك اديني بديل عن كل متعه كنت بلاقيها في المعصيه. اديني بديل عن المخدرات، وبديل عن النادي، وبديل عن المواقع الوحشه، واديني بديل عن كل حاجه. ما قالش اديني بديل يا رب عن كل حاجه قبل ما اسيب القها القاها. يا اخوانا عايزين نقرا الرسائل الربانيه صح، لازم تقري الرسائل اللي ربنا ارسلها اليكي صح. مالك ابن دينار ضابط شرطه كبير يتجوز بنت جميله تموت بعد ما خلفت له بنت صغيره جميله، بنت الصغيره برضه تموت، وبعد كده يشوف رؤيا ان يوم القيامه وهيروح جهنم ومفيش اعمال صالحه تنقذه من العذاب اللي بيتربص بيه. يفوق رساله ربانيه جات له بان حبايبه ماتوا، وبعد كده شاف رؤيا عن الدار الاخره فاق. انت مستني كام رساله تجيلك عشان تفوق؟ انت مستنيه مين من حبايبك ممكن يحصل له حاجه عشان تفوقي؟ فاق، كان في قمه المعصيه وما جات له رساله فاق. سيدنا بشر الحافي رحمه الله وهو في حفله غنائيه في البيت بتاعه، وجي واحد خبط عليه وقال للجاريه بتاعته سيدك حر ام عبد؟ ان كان حر فليفعل ما يشاء، يعمل اللي هو عايزه لو ما هوش عبد ربنا. فهم بشر الحافي الكلام وتاب الى الله. الرساله جات له في شكل واحد راح له البيت ووعظه، اقرا الرساله وحياته اتغيرت. الفضيل بن عياض حرامي بينط من على السور، سمع واحد بيقرا الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم، وهو في قمه المعصيه جات له رساله من ربنا الان يا رب. انت ان ولا لسه ما انش؟ انت ان ولا لسه ما انش؟ جه الوقت ولا لسه ما جاش يا جماعه؟ جه الوقت ان احنا نجري على رضا ربنا سبحانه وتعالى، نجري على مراد ربنا ولا لسه ما جاش يا جماعه؟ مالك ابن دينار الرساله الربانيه جات له وهو في قمه المعصيه. الفضائل ابن عياط الرساله الربانيه جات له في قمه المعصيه. بشر الحافي الرساله الربانيه جات له في قمه المعصيه. زازان مغني مشهور الناس ملفوفه حواليه، ابن مسعود رايح المسجد رقاه بيغني، دخل جابه من الحفله الغنائيه وداه المسجد، بقى من علماء الامه. الرساله الربانيه جات له في قمه المعصيه. كل دول كانوا في قمه المعصيه، ولما جات لهم الرسالة الربانية ترجموها ترجمة فورية وتابوا وبقوا من أئمة الإسلام، من أئمة عصور الإسلام. انت ممكن يخرج من قلبك خير كتير قوي، انت جواكي خير كبير قوي، انت جواكو نور كبير قوي، انت جواكو
حب ربنا كبير قوي. ولكن لو عرفنا نقرأ الرسالة الربانية، الرسالة اللي جات لدول جات لثلاث ارباع الشباب اللي ماشيين في الشارع، واحد وقفوا وكلموا عن ربنا، واحدة وقفتها وقالت لها كلمتين عن ربنا او ادتها سي دي او ادتها ورقة، ولكن كم واحد منهم فاق؟ يا جماعة عايزين نقرأ الرسالة الربانية، عايزين نترجم الرسالة الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسلها لينا. عايزين تاني نرجع تاني الدرس ده، انا لا كلمتك فيه عن الجنة ولا كلمتك فيه عن النار ولا كلمتك فيه عن عذاب القبر ولا كلمتك فيه عن نعيم القبر. الدرس ده انا سألتك سؤال واحد بس، انت سعيدة؟ انت راضي؟ انت قلبك مرتاح؟ انت مبسوط؟ انتوا سعداء يا جماعة؟ عايزين تبقوا زي كل واحد مشي في طريق المعصية؟ فكروا الاول نهاية الطريق ده ايه، فكروا الاول في النهاية وصلوا لايه. ربنا يجعلكم من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم أسعد قلوبنا بطاعتك يا رب، اللهم اشرح صدورنا للهدى يا رب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم أنزل هدايتك على شباب الإسلام وعلى فتيات الإسلام، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تستبدل بنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام، ونستغفرك من كل نظرة حرام نظرناها، ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.